مراسلنا عبد الله البطي. الحمد لله، اعتقد الكل كان يتكلم الموسم هذا عن قوه الدوري فنيا، قوته على المستوى التسويقي، عن نسبه المشاهده، وهذه العوامل احنا موجودين ننتبه لها. بالنسبه للامور الثانيه هي امور ترتبط في النادي المتوج. بالعكس، ترى في احتفالات كثيره على مستوى العالم، كل نادي طريقته، ويمكن هذه الطريقه اللي شافوا النادي الاهلي المناسبه. وبالعكس، ترى انا من منبركم احب اشكر سعه الاستاذ وليد معاذ، رجل امانه في قمة الأخلاق والنبل، ويعني أنا أفخر أنه في شاب سعودي بكفاءة الأستاذ وليد، وأيضا الأستاذ نايف القاضي، وكافة يمكن الزملاء اللي نتواصل مباشر معهم في النادي الأهلي. بالعكس، إحنا اليوم كرابطة نبارك للأهلي ونبارك لنادي الحزم والأخدود والرياض صعودهم لدوري المحترفين، وإن شاء الله موفقين في خواتهم الجاي. وهذه الأشياء الجميلة اللي إحنا نفكر فيها ونركز عليها، نحاول قدر المستطاع باستراتيجيتنا أننا نخفف الجاب اللي ما بين دوري المحترفين والدوري الأولى، على الأقل بداية في المستوى الفني، وبعد ذلك المستوى التسويقي، وبعد ذلك على مستوى المشاهدات والحضور الجماهيري. من ضمن مخططاتنا اللي نحرص عليها دائما أنه كل أهدافنا اللي نعمل عليها تكون متقاطعة بشكل كبير مع مستهدفات الرؤية في كافة الأمور، سواء كان على مستوى التمكين، التوظيف المباشر وغير المباشر، أيضا الجزئيات الفنية. إحنا نفكر في موضوع البلاي أوف، اللي هو أنه البطاقة الثالثة ما تكون مباشرة، لا زالت الفكرة قيد الدراسة. نعرف أن لها جوانب تسويقية مميزة، وأيضا حتفيدنا في ما يتعلق في سالفة الرفع المستوى الفني عادي.